أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح تكون اليوم سلطة مع مجموعة خضار والأدمامي ومع المقشر اللذيذ، جدا جدا لذيذ. أنا أعتبرها إضافة بطلة. نبدأ أول شيء بالصوص وبعدين نبدأ بالسلطة. راح نضيف، أنا عندي خل، زيت السمسم، عسل، صويا صوص، عصير الليمون، مهروس الزنجبيل والثوم، الفول السوداني. آخر إضافتي بتكون السمسم. نغطي الخليط كله مع بعض ونرجه. نبدأ نجمع خضار السلطة. عندي هنا الخيار، وخلوني أوريكم شلون تقطع. نشال اللب اللي داخل وتقطع بهالشكل، على شكل نص دائرة. بقدونس مفروم، وعندي هنا جزر مبشور، فلفل أخضر، الألوان اللي موجودة عندكم أحمر أصفر، أي لون كرومب متوفر، بصل أخضر مفروم. عندي هنا الأدمامي. آخر إضافتين تبي تكون دجاج مسلوق ومنتف، وهذه الإضافات أساس خلاص تاكلون السلطة وما عاد ناكل معها شيء ثاني، تكون متكاملة. وعندي هنا أي نوع مكرونة مسلوق. خلوني أوريكم قوام الصوص، يطلع هالقوام، ريحته اللهم صلي على محمد. بصبها على السلطة ونحركها.